السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزيكم؟ وحشتوني. معاكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة ردود الفعل على الحمام اللي مات. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة بطلب من حضراتكم عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. نبدأ الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما نشرت فيديو الحمام الفرنساوي اللاحم اللي مات في الشحن اللي كنا صورناه لحضراتكم في الكرتونة اللي هي سبب موت الحمام، ولقينا تعاطف كبير. هنقول لحضراتكم الحكاية. ده طبعا حمام تاني، فانا لقيت تعاطف كبير من المشاهدين والمتابعين، ولقيت ايضا على جروبات الفيسبوك كمان كل الناس، محدش قال ان انا اتحمل نتيجة الحمام اللي مات. لكن هقول لكم ايه الحكاية وهدف الفيديو ده ايه. الاول هنشكر كل متابعي القناة والناس اللي دعموني وعرفت مدى حبكم ليا، وده اسعدني كثيرا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وما اسعدني ايضا هو سؤالي لابو مريم التونسي اللي بشكره وبقول له يا رب قناتك تكبر وتبقى اكبر قناة حمام في العالم، مش في مصر بس. طبعا هي دلوقتي من اكبر قناة في مصر فعلا. طبعا انا سألته عن رأيه في موت الحمام. طبعا هو مفيش اتنين اختلفوا في سبب موت الحمام، لكن طلبت منه ان هو يقول لي في الحالة دي بيتصرفوا ازاي، ان هو مين بيتحمل ثمن الحمام. فهو ارسلت له الفيديو، طبعا بعد ما شاف الفيديو قال لي رأيه وقال لي تتحملوا ثمن الحمام انتم الاثنين، البائع والمشتري. هو قال لي كده ليه؟ قال لي لان البائع يبدو ان هو البائع اول مرة يشحن حمام. وانا قلت له والله انا سألت البائع، قال ان هو قبل كده شحن حمام للقاهرة وهو من المنصورة البائع، وانا من دمياط، وطبعا المسافة من المنصورة لدمياط اقرب له من المسافة للقاهرة، يعني هو شحن حمام ابعد ما بيشحن لي، والحمام وصل وما جرالوش حاجة، اذا كان عنده الخبرة. فانا سألت السؤال ده. طيب وعلى كل حال يا ابو مريم حكمك على راسي، وانا ان شاء الله هرجع ثمن الحمام كله للبائع، مش نص وليس نصف الثمن فقط، يعني هرجع كل الفلوس كلها للبائع. طبعا هو البائع رجع لي الفلوس في عن طريق البوستة، بس هو يبدو ان هو زعلان لان هو عمل لي حظر من على الفيسبوك، فانا ما كنتش عارف اتواصل بيه ان هو ياخد الفلوس عشان ارجع له الفلوس تاني بناء على حكم ابو مريم التونسي اللي هو قال لي تدي له نص، اتحمل النص وهو النص، لا انا هرجع له الثمن كله. فانا قلت في نفسي طب ليه البائع يعني ذنبه ايه؟ هو البائع كان عنده الحمام، يعني انا فكرت بطريقة تانية وقلت لنفسي طب هو البائع كان عنده الحمام، وهو يشكر انه وصل الحمام للسواق في الموقف، وهو هنا يقصد طبعا ان هو يبيع الحمام ويكسب. فايه اللي هو كسبه لما هو الحمام مات؟ طبعا خسر الحمام. يبقى هو البائع هنا خسر الحمام وخسر الجهد اللي بذله لحد ما وصل الحمام للسواق في الموقف. نعم هو اخطأ في فتحات الكرتونة، لكن قدر الله وما شاء فعل. سوف اتحمل ان شاء الله ثمن الحمام بالكامل، بس اعرف اتواصل مع البائع. يبقى انا بشكر ابو مريم لتعاونه معايا، وشكري ايضا لقناة احمد ابو هاجر المحترم، وهي ايضا قناة من اكبر قنوات الحمام في مصر، والذي يبدو انه رأى او سمع عن فيديو الحمام اللي مات في الشحن وعلم بموت الحمام. وفي اول فيديو له الكراتين طبعا اللي هو بيفتحها اتكلم عن موضوع الحمام اللي مات، واتكلم هو طبعا ما ذكرش اسامي، واتكلم عن طريقة تفتيح ازاي الكرتونة الفتحات اللي هي للتهوية وعشان الحمام يتنفس عشان الحمام ما يموتش في الشحن. واحنا ده الهدف اللي احنا عملنا عشانه الفيديو،
علشان نعلم الناس ازاي تشحن الحمام. زي ما قلنا هو ده كان الهدف من نشر الفيديو اللي مات فيه الحمام، علشان الناس تتعلم، مش علشان تمن الحمام ولا حاجة. ليعرف الناس كيفية فتح الكرتونة للتهوية أثناء الشحن. كما أشكر قناة يوميات فاطمة اللي بتدعمنا الآن بعد ما كنا بندعمها. طبعا هي طلعت ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، في فترة قليلة جدا أصبحت يعني على مشارف 100,000 ودرع اليوتيوب. ربنا يزيدها يا رب، هي تستحق كل خير إنها عملت الإنجاز ده في زمن قياسي. ربنا يكرمها ويحقق لها كل اللي تتمناه. هي تستحق كل خير، وهي أيضا تقدم محتوى محترم، وقد سميتها بنت الأصول. ليه سميتها بنت الأصول؟ لأنها ترد الجميل. زي ما وقفنا جنبها في البداية، هي دلوقتي هي اللي بتقف جنبنا، وإنها فعلا بنت أصول ولم تتغير. كما أشكر قناة وصفة وطبخة، والتي عانت كثيرا حتى تتفاعل قناتها، والتي تقدم محتوى محترم، وأنها ثابتة على مبادئها. نتمنى لها التوفيق ومزيد من النجاح. كما نشكر متابعينا من مصر وكل الدول العربية وجميع دول العالم، وخاصة الأخ أبو عزام من المملكة العربية السعودية. كما نشكر الأخ أبو مكة الأسواني من مصر، محافظة أسوان، المقيم في المملكة العربية السعودية، والذي تعاطف معي جدا بعد فيديو موت الحمام في الشحن، وقال لي ان هو عنده حمام فرنساوي لحم، ويمكن بيطلبني من السعودية في اليوم مرتين وثلاثة واربعة احيانا، وانه هو بيعرض عليا ان هو يشحن لي من أسوان. يعني ما اعرفش، هو يبدو ان هو سايب الحمام بتاعه لحد هنا في أسوان. عرض عليه ان هو يشحن لي حمام لاحم، انه بيقول عنده حمام فرنساوي لاحم، حاجة محترمة يعني. الرجل يشكر على شعوره النبيل، وارجو ان تسود روح المحبة دائما. واحب اقول لحضراتكم ان انا كنت عندي الحمام هواية، لكن دلوقتي فعلا انا بحب الحمام، لان الحمام هو اللي عرفني بناس جميلة بالمنظر ده. حمام عرفني فعلا على ناس محترمة، هي اللي بتساعدني وبتشجعني. زي ما بيجي لي تعليق سلبي بيجيب احباط، لا، زي ما بيجي لي تعليقات كتير جدا هي اللي بتشجعني وبتشجعني على الاستمرار. اشكركم على حسن المتابعة، وارجو عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.